مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأسبوع الثاني من موسم جدة. هذه الفعالية الاستثنائية والحدث المميز الذي ينتظره أهل جدة بفارغ الصبر. طبعا كثير من الفعاليات المقامة، احنا في بداية هالتغطية هذه احب امسي في البداية على زميلتي الاستاذة نهى الحربي. نهى مساء الخير. يسعد مساك، هلا وسهلا فيك محمد. يا هلا بك. يا هلا وسهلا، يسعد مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام. مثل ما انتم شايفين جمال جدة، ارض وجو محتارين فيها للأمانة. موجودين الليلة في الموقع والله العظيم قد ما احنا منشغلين ونحاول فريق العمل بشاشة السعودية انه يظهر لكم هالصورة الجمالية اللي انتم شايفينها، احنا مستمتعين جدا مستمتعين. نرفع رؤوسنا فوق ونتأمل كل الجهود والأشياء الجميلة مثل ما انتم شايفينها، ولا نمشي بين الفعاليات يا محمد اللي موجودة على أرض الواجهة البحرية. نعم، الفعاليات اليوم بالمناسبة هي من مختلف أنحاء العالم، حرص القائمون عليها أنه تكون مناسبة وملائمة لجميع أطياف المجتمع. أهالي جدة، زوار جدة، المقيمين في جدة راح يستمتعون، الأطفال، الشباب من الجنسين، كذلك كبار السن. الفعاليات متنوعة حتى أنهم يعيشوا تجربة جديدة. بكل تأكيد محمد، طبعا مثل ما قلت أنه جميع الفئات إن شاء الله حتناسبها كل الفعاليات الموجودة، لا من جداننا، لا من أمهاتنا وأبائنا، لا من ذوي الإعاقة، لا من الأطفال، لا من الشباب، كل شيء متوفر وموجود. نتكلم عن الخدمات، نتكلم عن الترحاب، عن التنظيم، يعني حشود زوار قاعدين يجون للمنطقة، والله ما احنا حاسين بزحمة أو ممكن نحس بوجود عراقيل بقد ما هي تسهيلات قاعدين نستمتع فيها. صحيح، أجواء ولا أروع يا محمد. بلا شك، يعني يكفي هالمنظر، هذا منظر الألعاب النارية اليوم. بالفعل احنا شايفين الشباب قالوا، يعني بلغونا قبل بداية الحلقة أنه الساعة 10 تماما يوميا حيكون في ألعاب نارية. احنا طبعا قبل ما ياخذنا الحكي نهى، لازم نقدم شكر لزملائنا اللي سبقونا في تقديم الاسبوع الماضي. أكيد. الزميل عبد الله الاسمري والزميله لوجين سامي كذلك، الله يعطيهم العافيه. استمتعنا بكل ما قدموه الاسبوع الماضي، وعلى فكره يعني الالعاب الناريه انت تشوفونها هذا جزء من اللي قاعد يطلع لنا كل ربع ساعه، يعني بعد شوي واحنا تحت البث ممكن تشوفون فرق مرت من عندنا. صحيح، ممكن تشوفون العاب بهلوانيه مرت من عندنا، ممكن تشوفون سيرك مر من عندنا. صحيح، استعراضات. خلوكم انتم بس لحظه بلحظه على شاشه السعوديه، كل الجمال وكل السعاده حتشوفونها على شاشتنا، شاشه الحب، شاشه السعوديه. يا سلام، حنقول لكم في ارضها وسماها كل ما يسعدكم. الله يعطيهم العافيه. واضح ان الفريق كثير كثير مركز على الالعاب الناريه. صحيح، الصوره جماليه في الشاشه بلا شك. نهى، انت ذكرتي في بدايه حديثك عن السهوله والتيسير على الناس في حضور الفعاليات. اي شخص يطلع اليوم على الاجنده الخاصه بموسم جده راح يلقى فعاليات متنوعه ومختلفه وفي كثير من المناطق. اول سؤال ممكن يتبادر الرب الاسره يقول انا كيف اطلع في هالزحمه هذه؟ لا يا حبيبي، ما في زحمه، احنا مثلك كنا متوقعين انه حيكون في زحمه، وكنا متوقعين انه حيكون فيه صعوبه وعوائق في الوصول للفعاليات او للواجهه البحريه او الابحر او الكثير من الفعاليات. لكن للامانه احنا من طلعنا من مقر اقامتنا الى ان وصلنا للاستوديو اللي هو وسط الناس اليوم في الواجهه البحريه على الكورنيش بكل يسر وسهوله، ما حد له عذر، فعاليات متنوعه، الجميع لابد ان يحضر. محمد، ما ننسى الشباب وشابات الوطن اللي واقفين على الخطوط الاماميه لواجهه جده. صحيح، للامانه ابتسامه ما تفارق وجيههم رغم التعب، رغم الاجواء، رغم الضغط اللي قاعد يصير في المكان، يعني هم موجودين مسؤولين مسؤوليه كامله، الا لانهم بكل رقي، بكل ذوق، بكل تعاون، يعني التعامل ولا اروع للامانه، يعني يدخلون علينا البهجه واحنا مقبلين. صحيح، على مداخل الواجهه البحريه اللي موجوده في جده، الله يعطيهم العافيه، نفخر فيهم، نفخر بكل خطوه يؤدونها، والواحد للامانه يفرح يوم يشوف شباب الوطن. نعم، قاعدين ينظمون حشد كبير موجود في الواجهه البحريه. سؤال نهى، ليش قلتي شابات الوطن؟ يعني هذا بدايه التحيز، حنبدا نختلف انا وانت على الهواء. لا لا، شوف اللي بيفصل بيننا هالتان، قلت شباب وشف، هو شباب وشابات الوطن. مستقعدني. عشان ما يصير في تحيز. مستقعدني، ما تحيز لحد محمد، أرجوك. عموما الجميع يشكر على هالخدمات اللي يقدمونها. أي والله. مخرجنا الجميل حتان الغامدي يقول في فلكلور، احنا مضطرين نخرج ونشاهد هالفلكلور، انتم سادة المشاهدين واحنا كذلك معاكم، حنشوف لون المزمار ومن ثم نعود للبداية في هذه التغطية التي ستستمر معكم على مدى ساعة كاملة بإذنه تعالى.
ما شفتوا شيء، هذه بس البداية. خلوكم معنا على شاشة السعودية، لا تروحون بعيد، حننقل لكم يومياً من الأحد للخميس كل الأشياء اللي حتجيبكم لموسم جدة. خلوكم أنتم بس معنا، شوفوا تفاصيلنا، شوفوا إيش حنقدم لكم على شاشة السعودية، حتنبسطوا. الصيف في مملكتنا غير. من الأشياء الجميلة والمهمة في موسم جدة واللي تستهدف فئة غالية على قلوبنا، فئة ذوي الإعاقة، خصصوا لهم نوع من المبادرات والفعاليات اللي خلتهم متواجدين في المجتمع، بحيث يبرز قوتهم وروحهم التنافسية وتفاعلهم وتواجدهم ما بين الفعاليات. طبعاً هالتفاصيل أكثر يا محمد حنحكي فيها مع ضيفنا اللي ممكن يعطينا على تفاصيل أبعد وأكثر عن وجود ذوي الإعاقة في واجهة جدة. طبعاً يسعدنا أن احنا نرحب بضيفنا الأستاذ سفر الحقباني اللي هو عضو لجنة في موسم جدة لفعاليات ذوي الإعاقة. يا هلا وسهلا بك أستاذ سفر. أهلا فيك، الله يسعدك. أنا سعيد جداً أني أنا برضو أني متواجد معكم، وحقيقة هذه المشاركة الخاصة أن حريصين جداً أنهم يشاركون، يعني مو نقول بطولة، هي منافسة. الهدف منها أن نقول للمجتمع إحنا متواجدين معكم. جميل. نعرف هدفنا زوار موسم جدة، نثقفهم بالرياضة الخاصة بذوي الإعاقة. الرياضة هذه برضو هدفها برضو أن يعني نستقطب الأطفال من ذوي الإعاقة، لأن الطفل الرياضة تبني شخصية الطفل. جميل جدا سفر، راح نتكلم عن كل هالأمور هذه، لكن أول شيء خلنا نتفق إحنا وياك. ممتاز. نبيك ترفع صوتك شوي عشان نسمعك. ممتاز. إحنا في مكان مفتوح. ممتاز. وزي ما قلنا في بداية الحلقة إنه الفعاليات اللي موجودة في موسم جدة تواكب جميع أطياف المجتمع. إيه. ذكرت نهى قبل قليل إنه فعلًا في فعاليات مقدمة لذوي الإعاقة. إيه نعم. سفر أنت عضو لجنة، نبغى نعرف منك إيش الفعاليات المقدمة اليوم لذوي الإعاقة؟ الفعاليات يعني بدأنا زي ما ذكرت أنا يوم الجمعة. إيه نعم. كان من ضمنها كرة السلة. في مسابقات لذوي الإعاقة، كوبونات. جميل. كراسي متحركة، أجهزة تعويضية، يعني عدة شراكات كثيرة. طبعا ما ننسى دور هيئة الرياضة، يعني جميل، كان لها دور كبير في الفعالية بالشراكة مع نادي جدة لذوي الإعاقة. حقيقة بالإضافة إلى جرب الكرسي في مراكز تجارية في جدة، نوري هدفها تثقف المجتمع عن المعاناة في تجربة الكرسي، وهدفها اللي هم زوار جدة. جميل جدا. طيب أستاذ سفر، خلينا نتكلم عن وجود هالفعاليات والمبادرات. يعني أول صراحة يوم كنا نحضر فعاليات ما كنا نشوف في فعالية، وكانوا الناس يعني خصوصا ذوي الإعاقة نفسهم كانوا حريصين أن يكون لهم جوهم في الفعاليات ويكون لهم ركن خاص فيهم. اليوم نتكلم عن استعراض أجواء تنافسية لكرة السلة. وجود فريق أو تنافس ما بين المعاقين في كرة السلة قديش تساعد في الدمج من أصحاب اللي لسه مستجدين في الإصابة، بحيث أنهم يتحمسوا وينضموا لفريق وممكن يكون في المنتخب وممكن يكون يشارك مثل ما عملتوا في واجهة جدة، الواجهة البحرية. حقيقة هي رسالة، يعني أنا دائما أقول لأخواني الرياضيين من ذوي الإعاقة، أنت دورك أنت تقدم رسالة لأخوانك حديثي الإعاقة. جميل. لأن حديث ذوي الإعاقة بيشوف إيش بتسوي، تسوق سيارة، تلعب كرة سلة، يعني مع المجتمع تتزوج، تمارس حياتك بشكل طبيعي، يعني ما انتهت الحياة طبيعي. عند الإعاقة هو بس يعني كل واحد، كل شخص لديه إرادة داخلية، بس كيف يعرف يحركها؟ فالشباب هم بيحركون الإرادة الداخلية فيه وينهضونها. جميل. نبغى نتكلم عن البطولة أو بطولة السلة. اي نعم. أو المشاركة منافسات. منافسات. اي منافسات. جميل جدا. احنا هدفنا كرة السلة. اي نعم. منافسات كرة السلة هذه بدأت يوم الجمعة. جميل. هدفها مو في مركز أول في ثاني ثالث، وفي مركز أول وثاني ثالث، لكن هدفها دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع. جميل. وهدفنا الأساسي أنهم يحضرون، لأن الواجهة البحرية مهيئة لهم بالتمام، يعني يدخل بسيارته في الواجهة البحرية يلقى موقف خاص. يا سلام. الواجهة البحرية زي ما انتم شايفين في حتى في دورات مياه خاصة. جميل. الهدف برضو من الكراسي المتحركة زي ما ذكرت أنا في البداية، أن تثقف المجتمع، نوري المجتمع أن في نادي خاص لذوي الإعاقة. في كثير من الأمور يجونا يقولوا يا أخي إحنا عندنا أطفال من ذوي الإعاقة، إحنا كيف نوديهم أنهم يمارسون حياتهم الرياضية؟ إحنا يعني نوجههم التوجيه الصحيح. جميل جميل, جميل جدا. طيب انت وجودكم يعني في الواجهه البحريه وطلعتوا كانكم شبه فريق، يعني خلينا نقول كره السله، كيف لقيتوا تفاعلهم معاكم؟ والله الصراحه لقينا تفاعل كبير، وبالاخص يعني حتى جربوا الكرسي المتحرك حق السله بعد زوار موسم جده الجميل، انهم شاركوا مع الشباب في المنافسات هذه. جميل. يعني كان يعني مره ترحيب وتصوير من زوار موسم جده مع الشباب،
يعني كان في يعني روح للشباب، يعني انه لقى ترحيب من مجتمعنا، وحقيقه مجتمعنا جدا جدا يعني انا فخور فيه. يا سلام. أيوة. طيب ما انه احنا نتحدث عن المجتمع، وانت ذكرت في حديثك قبل قليل انه اليوم المشارك من ذوي الاعاقه في فعاليات موسم جده لما يجي للواجهه يلقى موقف سياره خاص فيه، دورات مياه وانت الكرامه والمشاهدين كذلك، كل شيء مهيئ له. اليوم ابغى اتكلم معك عن مستوى وعي الناس والثقافه المجتمعيه. بمعنى في السابق احنا كنا نشوف، وقد نكون احنا يعني احد يعني احنا من الناس اللي نقع في بعض هالاخطاء هذه، نجي نلقى مثلا لوحه في موقف مخصص لذوي الاعاقه، تجي توقف وتقول انا ما عندي مشكله، يعني ايش حيكون الرسوم مثلا او الغرامه؟ 50 ريال حدفعها وانتهى الموضوع. اليوم مثل هالمواقف المخصصه لكم، مثل الاشياء اللي قاعده تقدمها ويقدمها المسؤولين عن موسم جده يعني في مجال التسهيلات الخاصه فيكم، تجد احترام من قبل المجتمع؟ بمعنى انه ثقافه المجتمع اليوم ووعيه ارتفعت عن السابق؟ يعني بنسبه كبيره جدا. انا يعني انا اقول لك زي ما ذكرت لك مجتمعنا جدا طيب. يعني احنا سبق لنا كانت مبادرات اسمها مبادره اسمها وقفها صح، وزعنا يمكن 35,000 مخالفه انسانيه يعني للناس اللي يستغلون مواقف ذوي الاعاقه. فاغلبهم يعني الاغلبيه مو سعوديين يعني عرفتي، فالسعودي بالعكس يوم اننا نجي نكلم ان هذا موقف خاص بذوي الاعاقه فيعني ما شاء الله تبارك الله يعني يتفاعل جدا. جميل. إيه؟ طبعا احنا وعدتنا بتفاصيل اكثر استاذ صفر ان شاء الله. إيه؟ وممكن تفاجئنا فيها انا وزملائي، ففي وعد بس ما نبغى نحرقه صحيح. اي اكيد ما في شك حيشوفون ان شاء الله المشاهدين الفعاليه هنا. اكيد موجود. اكيد كالعاده لازم نفاجئكم بكل الاشياء الجميله. طبعا استاذ صفر الحقباني عضو لجنه موسم جده لفعاليات ذوي الاعاقه، شكرا جزيلا لك. الله يطول عمرك. هذا شيء يحسب لكم، وللامانه انتم ترى عليكم مسؤوليه ولكم دور ان احنا نقدم لكم كل شيء يرضيكم ويسعدكم. الله يسعدكم وشكرا لكم. بصراحه انا سعيد جدا اني متواجد معكم، وسعيد جدا ان ذوي الاعاقه في اي فعاليه دائما متواجدين. هذا حق من حقوق. الله يطول عمرك. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. كالعاده خالد. خالد خالد الجبر. طيب اي خالد كذا يختفي اول ما نبدا البث، بس اذا اختفى يطلع بتقارير حلوه لازم ويعاد يمسك. أطلع في التقرير، عندي تفاصيل، عندي وعندي حاجه مهمه حينقلها لنا خالد الجبر الان، خصوصا للعوائل والاطفال. خلونا نشوفها ونرجع لكم. يسعد مساك يا خالد. شكرا للزملاء في الاستوديو، اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام هنا من جديد في منطقه اخرى من الواجهه البحريه، تحديدا في منطقه الثقافه. هذه المنطقه اللي فيها العديد من اللوحات الفنيه والرسومات اللي ما شاء الله تبارك الله ابدعتها ايادي سعوديه 100%. هذه المنطقه منطقه الجداريه الخاصه في الخط العربي، زي ما انتم شايفين معي في الخلف ما شاء الله تبارك الله، في حضور كثيف في هذه المنطقة من الصغار والشباب والبنات اللي ما شاء الله مهتمين في هذه اللوحات الفنية. اليوم لما أنزل أنا من سيارتي وأنت تنزل من سيارتك والعائلة تنزل من السيارة، تستقبلها العديد من الستر البيضاء أو الستر الصفراء الخاصة في المنظمين. اليوم شبابنا وبناتنا ما شاء الله تبارك الله يستقبلونا بابتسامة، بضيافة، يودعونا في نفس ما استقبلونا ما شاء الله تبارك الله. اليوم مسكت مديرهم أو المسؤول عنهم الأستاذ الوليد المانع اللي ما شاء الله خير من يمثلهم يتكلم عنهم. اليوم نشوف الوليد وش عنده هو وفريقه. الوليد يعطيك العافية. الله يعافيك طول بعمرك إن شاء الله. الوليد ما شاء الله تبارك الله اليوم أنتوا تستقبلون الناس من ينزلون من سياراتهم وابتسامة وضيافة، واليوم كثير من الناس اللي يشاهدوننا ما يدرون انتم ايش تقدمون بالاساس. كلمنا انت وفريقك ايش تقدمون للناس من يزورون هالمكان لين يمشون. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا نحن كشركه ان قدرنا نمسك الواجهه البحريه كامله. طبعا احنا عندنا كادر مكون من 200 الى 250 شخص، طبعا متطوعين منظمين بحيث مهمتهم نعم سعوديين 100%. وهذا الشيء الحمد لله رب العالمين، بالنسبة لنا اتخذنا الأغلبية من المنظمين السعوديين على أساس أنه نحث الشباب السعودي أو الكادر السعودي بحيث أنه يقدر يواجه الناس، يساعد الناس، يأخذ يعطي مع الناس، والحمد لله واجهنا الإيجابية التامة من العالم جميعا. قدرنا الحمد لله أنه احنا نساعد الناس أصحاب الإعاقة طال عمرك،
قدرنا ناخذهم من اماكنهم من المواقف الى الفعاليه بحيث ان نمشيهم، فالحمد لله رب العالمين والله يقوينا ان شاء الله. الله يقويكم ويعطيكم العافيه. التعامل مع الاطفال عاده، تعرف الاطفال ما شاء الله يعني ينطلقون من العوائل، كيف تتعاملون انت معهم خصوصا انه انت قلت لي في اساور خاصه للاطفال؟ نعم طبعا هي كانت فكره والحمد لله رب العالمين تطبقت في الفعاليه الان. هي كانت فكره من احد المنظمين بحيث قال لنا والله لو ليش ما يكون عندنا مثلا اساور معينه نحطها على ايادي الاطفال بحيث انها توفر علينا وقت وبنفس الوقت تحمل رقم الجوال ولا اسم الشخص او الطفل اللي ممكن يضيع. الحمد لله رب العالمين بفضل من الله أكثر طفل أو أعلى وقت لطفل كان 3 دقائق لإيجاد عائلته، اللهم لك الحمد. فهذه وفرت علينا وقت جدا كثير وقللت علينا نسبة ضياع الأطفال بشكل جدا كبير. ممتاز. الوليد خلت خلنا وياك في موسم جدة، أقبال الناس كيف شفت أنت؟ أقبال الناس، تفاعل الناس، أنت قلت يعني ما شاء الله جايين ناس من جدة وبرا جدة. نعم نعم صحيح، اللهم لك الحمد. يعني 20,000 إلى 25,000 زائر يوميا، أيام الويكند توصل إلى 30-35,000 زائر يوميا إلى الواجهة البحرية وإلى المناطق الأخرى، يعني اللهم لك الحمد. هذا شيء جدا جميل. نشكر الملك وسيدنا محمد بن سلمان على الجهود اللي قاعد يقدمونها لنا، وبالعكس هذا أشوفه شيء جدا 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 جميل في المملكة العربية السعودية، اللهم لك الحمد. أخيرا الوليد، في رسالة معينة حاب توجهها من خلال برنامجنا؟ الله يطول عمرك. الرسالة الوحيدة أنه يجب أن نكون يد بيد، لأنه الجميع قاعد يشتغل، الجميع متطوع معنا، الجميع قاعد يقدم كل ما فيه. يعني الآن الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد نخليهم يدومون من 5 إلى 2 في الليل. أنا أواجه من الشباب أنهم ما يطلعون إلا 3-4 بإرادتهم هم لمساعدة الناس، اللهم لك الحمد. شكرا يا الوليد. الله يطول بعمرك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. مشاهدي الكرام، أنقل عن الوليد المانع وهو مسؤول المنظمين، يقول يزورنا في اليوم أكثر من 20,000 زائر في الواجهة البحرية. طبعا في حساب الرسمي لموسم جدة غرد أمس بأن أو قبل أمس تقريبا أو قبل يومين، أنا ماني متذكر بالضبط، ولكن لهم تغريدة يقولون فيها أكثر من 5,000 وظيفة موسمية متواجدة في جدة. الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. يعني نتكلم عن 5,000 وظيفة أو أكثر لبناتنا وشبابنا اللي قاعدين اليوم نفتخر إحنا فيهم كلنا، ولا وحتى اللي خلف الشاشة يفتخرون فيهم. أنا ما ودي أطول أكثر، أعود للزملاء بالصوت والصورة، تفضلوا. راح نرجع أنا ونهى بعد هالفاصل هذا ونتكلم عن بعض الأرقام اللي ذكرها خالد، لكن فاصل قصير ومن بعده نعود. استناهم يجيبون بس مضغ ملعقه، ما عندي مشكله بيدي سكين، حتى لو ما جبتوا سكين للكنافه ما عندي مشكله، يعني كذا ما عندي اي مشكله. فارجوكم استعجلوا علي لاني ماني قادره اتحمل ريحه اللحمه وريحه الكبسه والحلى اللي حيكون بعدها، يعني احتمال محمد يكمل الحاله. لا انا بالنسبه لي عامل دايت يعني، عرفتي شلون؟ طيب لو تشوفونه بس ويقول لهم السكاكين يا شباب. انا حاعطي كلمتين وبعد كذا ححول الكلام لنهى وبعد كذا ما اتفقنا كذا يا محمد. احنا نبغى ننوه على سالفه المقاطع اللي ظهرت قبل قليل في البرنامج. صحيح. اللي هو رقم الواتساب 0551703113. هذا الرقم ترسلون عليه المشاهدين الكرام المقاطع الواتساب وراح تعرض على الشاشه في برنامج موسم جده. التفاعل كبير مثل ما يبلغني المخرج، كثير من المقاطع قاعده توصل،
وشيء صراحة مشمولين؟ مفرح. اي نعم هتان مشمولين نصور حتى احنا ونرسل؟ اكيد مشمولين. صوري وصوري لازم. الفقرة الجميلة اللي انا ترى على فكرة انتظرها من امس يعني. لا 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 الحين طبعا تفاعلوا جمهورنا العزيز، لازم لازم تفاعلون معنا، يعني نبغى نشوفكم في واجهة جدة، في أبحر، في الحمراء، في أي مكان، في أي مكان، لازم ننبسط كذا وإحنا نشوف سناباتكم. يا الله شوفوا هذه من الضيافة الجميلة اللي توصل لشاشة السعودية مع ضيفتنا اللي حنقدمها بإذن الله مدام فرح حمدورة. يا هلا وسهلا فيك. وهذولي شبابنا الله يعطيهم العافية. الله يعطيك العافية أنت يا نهى. الله يعطيك العافية. موسم جدا اللي على الكنافة أخذتيه؟ إيه أخذته بس بالعكس الله يعين. طيب أهم شيء إنه واضح. لا لا واضح واضح. إحنا نرحب بالأستاذة حورية غندورة. اليوم راح نتكلم معك عن الأكلات الحجازية المشهورة. إحنا طبعا حتى لو ما تكلمنا معك عن الأكلات الحجازية إحنا عجبنا الشغل اللي على الطاولة الآن. فأنا راح أنسحب وأترك الموضوع عند نهى وتفاهموا مع بعض. خير ما سويت. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. اليوم نشوف بعض الاطباق، وكنا نتكلم امس انا ومحمد وفريق العمل نقول انه في اشياء نعرفها عن الاطباق الحجازيه، في اشياء يمكن ما نعرفها. فلو تكلمنا عن هالاطباق الجميله ما تذوق قبل ما اذوق، ونتكلم عن الحلا، ونتكلم عن عيش اللحم والروائح الزكيه اللي قاعدين نشوفها. طبعا احنا بالنسبه لنا مكة يعني والحجاز تقريبا يعني في أكلات كثير متنوعة. أيوة. لا تنسي إحنا في موسم الحج دائما بيجوا ناس كثير من دول كثير. أيوة. فبيجيبوا كل ثقافاتهم فإحنا بنتعلم منهم. جميل. كانوا بيعيشوا معانا يعني. أيوة. في بنفس بيوتنا كان أهالينا يعني إحنا بنطلع دور واحد فوق. جميل. والعمارة كلها حقت البيت كلها تتأجر حجاج، فكانوا يتواصلوا معانا مع أهل البيت، فطبعا تشربنا منهم وتشربوا مننا، فأخذنا منهم أكلات كثير وأخذوا مننا أكلات كثير. يا سلام. فأكلات الحجاز أكلات مرة كثيرة وتنويع كثير، وحتى بمذاقات مختلفة، يعني شيء مثلا حار، شيء بارد، شيء وسط، شيء يعني مو كلها زي بعضها يعني. يا سلام. إيه. طيب اليوم لو نبغى نعرف بعض أسماء الأكلات الحجازية المشهورة يعني. الناس طبعاً. اليوم يقول لك والله أنا أعرف الفرموزة، أعرف المنتو، اليغمش، بس يوقف عند كذا. أيوة. في أكلات حجازية أصيلة. إيه. نبغى نعرفها منك. طبعا احنا اكثر شيء بالنسبه للمعجنات عيش ابو اللحم. عيش ابو اللحم. ايوه. والأرزاج. اللي هو موجود مشرفنا على الطاوله. طيب كويس. جابوا لك سكين. ايوه. ودامك سالت انا ناويه اللحم. انا خاف اني اقطعها بشكل غلط.
اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا مستحيل كذا تعدي تغطيتنا من دون ما يكون في كذا همسه طرب. صحيح. همسه شعر. الله. كذا فقره فنيه بامتياز. طبعا يشرفونا فيها ضيوفنا الفنانه افراح جندو. اهلا وسهلا فيك وحياك الله. اهلا فيك. الله يسعدك. اهلا وسهلا. ايضا استاذ الشاعر زياد سلامه، يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا استاذ. الله يسعدك. اهلا فيكم اليوم. انا احب دائما اعقد اتفاقات مع ضيوفي اذا كان التصوير في لوكيشن مفتوح. ترفعون اصواتكم عشان احنا نسمع. كويس؟ ما في شك. بعدين افراح صوتك لازم ترفعينه اكثر على اساس نبغى نسمع، وحنطلب منك جديدك. اوكي. فما حينفع الكلام بصوت خفيف يعني. اوكي ان شاء الله. كويس. جميل. طبعا احنا دائما فقرتنا هذه نحب نسمع اكثر مما نتكلم. اكيد ما في شك. دائما ما بين الشاعر نعم وما بين الفنان. نعم نعم نعم. خلينا نبدا معك استاذ زياد. لما نتكلم عن الشعر ونتكلم عن مناسبات جميله زي هذه، قديش يكون ممزوج فيها ما بين طرب ما بين امسيات؟ والله حقيقة هي كانت هذه موهبة أنا أتمنى تكون يعني عند كثير من الشباب في وقتنا الحاضر. الشعر العربي الفصيح والحر والشعبي والغنائي والمونولوجي والأوبريتات والمسرحيات الغنائية والأشياء هذه، هذا كانت كلها يعني موهبة والحمد لله، واستمرينا فيها فترة طويلة. وزي ما انت عارفه انا او حتى بتعاون مع الفنانين خارجيا، عندك الفنانه المصريه انغام اول واحد من السعوديه تغني لي كلمه من كلماتي حقيقه. هي جميل استاذ زياد، انت تكتب شعر فصيح. نعم. وتكتب شعر شعبي. نعم. وشعر غنائي. نعم. وكمان لك في الشعر المونولوج الفكاهي، صحيح؟ نعم. هاللون هذا او هالفن هذا يمكن الناس عندها معلومات نوعا ما وافيه عن انت الان فتحت باب. أيوة. يعني نتمنى ان يكون يعني الصوت مسموع. هذا الشيء الان احنا الان في الوقت الحاضر. أيه. يعني على المستوى العالم العربي. جميل. الان بدا يفتقدوا هذا الشيء، يعني بدا يختفي هذا الفن. من مصر مثلا عندك محمود شكوكو، من السعوديه هنا الله يرحمه لطفي زيني، والله يشفي حسن درديل. حسن درديل. نعم. هذولا كان يؤدوا يعني كان يفرح قلوب الناس بالكلمات ويداعبوهم. هي اشياء يعني حقيقه اجتماعيه. جميل. يعني بشكل هزلي او طرفي او ساخر او حاجه كذا. نعم. يعني كان عندك مثلا حسن دردير فاكر ايام زمان بيقول مثلا بيقول يا تاكسي يا طاير يا لوري يا طاير حد السرعه شويه كل السوق بجنون ويزيد كمان شويه بهذه الطريقه. الله. فنحن حقيقه تعلمنا من الاسلوب، يعني مو من هذا. وبدينا ناخذ الصور الجميله حتى يعني دائما داعم مع اصحاب مع الاصدقاء في الاجتماعات بقول في مثلا قلت انا مثلا في السواقه هدي السرعه يا سواق لا تسرع سير على مهلك ولما تمشي في الاسواق حاسب لا يسرع عقلك قدامك أطفال وشباب وعجائز لا تتهور. الله. سوق بفن وذوق وأخلاق على مهلك لا تتدهور. هذه نصيحة لك ببلاش بكرة تعرف قيمتها. بلاش تتهور كف الشر خذها مني واكسبها. يا حب. الله, الله يعطيك العافية. وفي عن الغش بس دائما الأصحاب كل ما ذكرت يقول أوه اكتب لنا إياه اكتب لنا إياه. هذا بأسلوب مونولوجي. جميل. حنسمعها طبعا. منك. نعم. لكن إذا سمحت لنا السادة فرح، أنت لك مشاركة في نجم السعودية ولك ما شاء الله تبارك الله يعني عندك الموهبة فقط ليست غنائية، أنت كاتبة كذلك وصاحبة أعمال. اليوم موسم جدة يقدم الفرصة للشباب من الجنسين، إيش رأيك في موسم جدة بشكل عام؟ كذلك الحفلات الغنائية اللي موجودة فيه، وأنت إحدى النجوم الشابات اللي خرجها لنا برنامج نجم السعودية. فين أبدأ؟ من وين ما تبغين ابدا؟ حيرتين ما شاء الله عليك يعني ودنا تبدي من كل مكان. اوكي. بالنسبه لمشاركتي في نجم السعوديه طبعا كنت جدا جدا سعيده انه كذا حاجه حلوه انه نجم السعوديه في بلدنا بدعم من حكومتنا، يعني ما اعرف كان احساس جدا حلو. انا شاركت فيه عشان أقدر أطور موهبتي في الغناء. طيب شوفي إحنا عندنا جمهور جدا رائع مصرين نحن نطلع سناباتهم اللي قاعدين يرسلونها لنا على الواتس. على بال ما نرجع لك أفراح ترى لازم نسمع صوت النغم عندك. جاهزين الأغنية؟
على بال ما نرجع ونروح لسنابات جمهورنا الغالي. خلونا نشوفها ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد. للتذكير برقم الواتساب اللي نستقبل عليه مشاركاتكم وفيديوهاتكم كذلك 055-170-3113. شدوا حيلكم، خلونا نشوف مثل هالمقاطع الجميلة اللي شفناها قبل شوي. طبعا مقطعنا أكيد حيرسل ولازم نشوفها، هاي هتام ضروري. الله يعطيكم العافية. طبعا نرجع لضيفتنا أفراح، جهزنا شيء نسمعه؟ نسمع عطينا على ذوقك. ظالم ولكن في القلب لسه غوان، كم قلت بكرة يحن ألقاه يزيد في جفاه، انسى الهوى ينسى قولوله ليه ينسى، يعني عشان بهواه يعمل كده فيها. الله الله, الله الله عليك. الله. من متأثرة بالفنان الكبير الله يرحمه طلال مبدع؟ جدا أحب. يعني تحسينه هو من الأشخاص اللي أثر عليك في فنك؟ يا وذكرى. وذكرى كمان. هي تحت الهوى سمعتنا من بعد مزح ولعب، وتفاجأت الآن في هذه وكلها لطلال. طيب نسمع، ما يمنع أن احنا نسمع. أكيد. نسمع الذكرى؟ الذكرى يلا. نتكلم شوية ونرجع. على بال ما انت تسخين. احنا نبغى نسمع شاعرنا زياد، ابغى اسمع منك نص فصيح. طيب. هذا في الغزل طبعا يعني. جميل. وعادة الناس يقول لك شاعر الفصيح ما يجيد كتابة الشعبي، والعكس صحيح. لا والله يا اخي، الواحد يعني ممكن يكون متعدد المواهب. جميل. هذه بس يعني ما في يعني نشر وحازة كذا والصراع الأزلي بين شعراء الفصحى وشعراء الشعبية والنبطية. هو شوف، بالنسبة للشعر الفصيح، أنا بالنسبة لي أنا الشعر العربي الفصيح، حتى لو أنت بتعبر يعني ما أنت شاعر ولا أنت أي شيء ولا أنت كاتب ولا، بس عبرت عما في قلبك فهذا شعر. نبغى نسمع نص فصيح. أجل
طيب طبعا في الغزل قلنا طبعا اختلط النصوص كثيره ما شاء الله تبارك الله عليك. بس انا ودي انا كان في موقف كان مع حقيقه مع الفنان نادي رشدي قديما جات هنا في تسوي عمل يعني هنا في غناء دخلت المستشفى زاروا ان الشباب والاخوان والاخوات يعني في هذا في المستشفى فذيك الايام كان لسه بادئ انا في الكلمه الغنائيه بس كان كله عندي فصيح جميل قلت لها ان تساليني هل انا اهواك اقسمت بالله اني ما هويت سواك ان خيروني بين حبك والدنا لاخترت حبك فالنعيم هواك ان غبت عني فالحياه تعيسه ومعنى الحياه يكون في رؤياك اذا ابتسمت تبسمت كل الدنا واذا حزنت ارى الطيور بواك أنت النعيم وكل بهاؤه الشمس تشرق دائما برؤاك فارحمي يا أعز حبيبة فأنا الزياد متيما بهواك. الله 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 ما تخاف من ذكر هالقصيدة هذه الآن في الوقت الحالي يعني؟ كيف؟ تخاف؟ فيش يعني؟ جرأة في طرح مثل هالقصيدة من الأهل في البيت مثلا يعني؟ والله شوف يعني انه تتغزل يعني لا أنا عادي الاهل يعني بيعرفوا ان انا انت حاسس انك قربت الزواج حاسس انك قربت نفسك لا 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 العفو طيب. هو الشاعر بيكتب يعني من بدايه ما الزواج انت عارف زوجتي انا يعني زي ما يقولون ما لا يفعلون مخرج جميل أيوة كويس نعم. ان شاء الله يقبل بس الله يسلمك حبيت اسمعك حاجه واحده يعني حقيقه انا اتمنى برضو من الشعراء والاخوان إنه نفذوها يعني هذه يعني قصة حقيقية روحت البيت أنا ومعايا العشاء الحبة الحار كذا وكانت الزوجة مشغولة في الغسيل والأولاد ففكيت باب الثلاجة قلت أمري لله فكيت باب الثلاجة طلعت زيتون وجبنة وما حوى بس عشان النشر قلت تمر وقهوة ما حوى أيوة فبعد ما أكلت وشبعت الحمد لله قلت يا زوجتي يا عزوتي يا أم ابني وابنتي إني أتيتك ناشدا بعد العناء بلهفتي عدت إليك بفرحتي ولأستريح في جنتي فتفنني في أكلة تملأ مساحة معدتي فالجوع أضناه الطعام رحماك تصعب حالتي ما لي أراك حزينة تتأففين بونتي المشو والمقلي سوا والمحشي بعد الكبسة سرد ثري صنعته إن غاب قلة حيلتي ما لي أراك حزينة تتأففين بونتي هل نقص شيء في شراء من دجاج أو لحمتي فإليك بالعدس اليسير أو بعض تلك البتزة إن نقص أيضا ذلك وتعذر فلعودتي زيتون وجبن وما حوى جميل. فهما أوائل وجبتي فالدسم قد يؤدي الصحاح ومع الطبيب ورطتي فلنرضى بالأكل الخفيف يحمينا رب النعمة الله يعطيك العافية مصرة أسمع شيء ختامي منك يا أفراح خليها عنك استاذ زياد خليها اسعديني اعطيني جد خيار بعد جد من بعد مزح ولعب طلال اوكي من بعد مزح ولعب اهو صار حبك صحيح اصبحت مغرم عيوني ومسيت قلبي طريح وخجل إذا جاءت عيني صفاف عينك وصير مربوك وحاير في أمري من فرحي أبغى أطير الله الله يعطيك العافية الله يا أفراح أطربتينا ودنا نمد الليل كله معاك أي والله أنا كان ودي أتكلم معها بما أنها فنانة شابة ولسه في بداية الطريق عن العرب الموسيقيه اليوم احنا ما في عندنا معاهد ولكن الفنانين الكبار بلا شك هم يعلموا اوكي احنا نشكرك جزيل الشكر على تلبيه الدعوه وهذا الحضور شكرا لك ايضا استاذ زياد على تلبيه الدعوه سيدة. والحضور ختمي عشان انا بعدين اقول للناس احنا جايين لا لا حتى انا بقول والله ايوه وبصر طيب. عليهم يجون لازم تجون طبعا احنا قبل لا نختم نشكر اني وداني صراحه على الضيافه اللي قدمها لنا وحيكونوا ان شاء الله معنا بكرة لا تنسون لازم تكونون معنا يا الساعة 10 المساء على شاشة السعودية تكونون موجودين في الواجهة البحرية
جدة، ما نستغني عن وجودكم لأن وجودكم فرحة لنا دائما. بلا شك، غدا نلقاكم في أمان الله.